الشخصيات الإخبارية اللي كانت طول فترة انتخابات الرئاسة الأمريكية كانت حاجة يعني فوق الخيال، بالذات من القنوات الأمريكية اللي هي زي سي إن إن، فوكس نيوز، الحاجات دي. من القنوات العربية اللي فعلا كانت مميزة جدا في شكل التغطية بتاعتها هي القنوات العربية، لكن خلينا نرجع نقول هي كانت مميزة ليه؟ هل القنوات التانية ما كانتش بتقدم نفس المضمون اللي بتقدمه القنوات العربية؟ هل كان عندهم معلومات أقل من المعلومات اللي بتتعرض على القنوات العربية؟ هل أسئلة كتير، ليه كانت القنوات العربية فعلا مميزة؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده نرجع الأول بالتاريخ لورا. التلفزيون المصري، قطاع الأخبار، كلنا فاكرين كويس ان قطاع الاخبار في التلفزيون المصري ده كان من العلامة المميزة لفكرة نقل الخبر، وكان عندنا شبكة مراسلين، وكان تقريبا المشاهد العادي حافظ اسماء المراسلين، منهم خميس ابو العافية، منهم طارق عبد الجابر، ناس كتير جدا مميزة كانوا مراسلين في دول كتير. كانت القوة الحقيقية لقطاع الاخبار ساعتها او لفكرة ان قناة بتقدم محتوى اخباري هي عدد المراسلين اللي موجودين في كل مكان تقريبا، او في معظم الاماكن الساخنة اللي فيها احداث باستمرار. في نفس الوقت ان في مضمون ممتاز جدا بيتنقل للناس، المضمون ده عبارة عن تغطيات وتقارير وتحاليل وغيره. لما كنت ادخل النيوز روم بصفة ان انا اساسا احد ابناء قطاع الاخبار، كان في حاجة اسمها تخصص، يعني في ناس متخصصة في الشأن الفلسطيني، في ناس متخصصة في الشأن الايراني، في ناس متخصصة في الشأن الامريكي، ونتيجة لوجود التخصصات دي كنا دايما بنقدم اخبار بطريقة محترمة وبطريقة مختلفة. نرجع بقى للانتخابات الامريكية، وخلينا نأكد على فكرة ان اي حدث سياسي هو بالنسبة لقنوات الاخبار هو زي بالظبط كده كأن في مهرجان سينما، وكل القنوات اللي ليها علاقة بالترفيه يعني او بالسينما بتتنافس ازاي تخطي المهرجان ده بطريقة كويسة وتجيب لقاءات مميزة وتجيب شكل مميز او تغطية مميزة. اللي عملته القنوات العربية هي مزجت ما بين الشكل الممتاز وبين المضمون الممتاز، لان اي قناة في الدنيا او اي عمل اعلامي هو رقم اتنين الشكل، رقم واحد المضمون. يعني في الاول انا بقدم ايه؟ مش مهم بالنسبة لي خالص شكل الديكور ولا القعدة ولا الديسك ولا المذيع ولا لابس ايه ولا عامل شعره ازاي. يعني لو ركزنا كده كنا نلاقي القناة العربية عندها ابهار في شكل الجرافيكس، لكن اللي كان عامل لك ابهار حقيقي هو المتابعة، لانك لو حتى شفت جرافيكس شكله شيك هتشوفه يوم التاني التالت خلاص عينك خدت عليه، مش هيشدك قوي انك تقعد تتفرج عليه. فهنا لازم يكون المضمون هو اللي هيخليك تستمر في المشاهدة. القناة العربية بمنتهى الصراحة كان عندها شبكة مراسلين في الولايات المتحدة الامريكية بطريقة ممتازة جدا، وكانوا بيغطوا الاخبار اول باول وبطريقة فيها حيادية. كنا قلنا قبل كده ان مفيش حاجة اسمها حياد في الاعلام، لكن خلينا نقول ان الحقيقة اللي كانت موجودة في القناة العربية هي فيها حيادية، يعني كانت بتنقلك الخبر بطريقة حيادية بدون وجهات نظر كده تخص أشخاص أو تخص دول جوه الموضوع، وده شأن القناة العربية. الحقيقة إن الاستاف الحقيقي اللي موجود في معظم القنوات الإخبارية مع بداية تأسيسها ومع بداية طلوعها كان استاف مصري، وده مش بشهادتي أنا ومش بكلامي أنا، ده بكلام ناس كتير جدا اشتغلوا في القنوات دي أو مارسوا العمل في القنوات دي حتى لو من مكاتب خارجية. كان معظم رؤساء التحرير مصريين، معظم المحررين مصريين، معظم الناس اللي بتعمل أدت اللي هم بيعملوا أدت مونتاج وغيره مصريين، وكان بعض المخرجين مصريين. يمكن يكون الشكل الفني شوية كان اللبنانيين هم اللي يعني سيطروا شوية، ولكن المحتوى أو المضمون كان دايما بيعتمد على المصريين. وطبعا دي كانت بداية انطلاق حتى قناة الجزيرة، كان كل ستاف النيوز روم تقريبا أغلبه مصري، وفي أساتذة كبار جدا من دول عربية طبعا، ولكن كان قطاع الأخبار وقناة النيل للأخبار طلعوا مجموعة كبيرة جدا من المحررين ورؤساء التحرير اللي قدروا فعلا ان هم يقدموا محتوى كويس قوي على القنوات الإخبارية اللي بتتأسس من جديد. ارجع بقى اتكلم عن المشكلة الحقيقية اللي بتواجهها القنوات الإخبارية المحلية، وطبعا بداية من التلفزيون المصري او تلفزيون الدولة، هو ان احنا نسينا ان احنا كنا احنا الاصل، ونسينا ان احنا كنا الريادة، ونسينا ان احنا كنا اللي بنفكر صح واللي بنحط النقط على الحروف في صناعة الاخبار. صناعة الاخبار عمرها ما كانت ديكور، وصناعة الاخبار عمرها ما كانت ديسك شيك وإضاءة وحركة عمرها ما كانت كده، ده رقم اتنين. صناعة الأخبار يعني مجموعة من المحررين متميزين عندهم ثقافة عامة، عندهم لغة، عندهم تميز، عندهم صياغة أخبار ممتازة، عندهم حسن اختيار الأخبار. وكالات الأنباء بتجيب لك كل يوم مئات الأخبار. الصنعة الحقيقية هي اختيار الأخبار الملائمة، وإزاي تطرح على الشاشة، وإزاي تتعاد صياغتها، وإزاي طبعا الخبر ده يتقدم بطريقة ملائمة على الشاشة، سواء من بداية الكتابة للصورة اللي هي تبقى ملائمة أو
زي بيسموها المعادل البصري الملائم للخبر، سواء كان جرافيكس او سواء كان فيديو او سواء كان صورة، وطبعا اداء المذيع في طرح الخبر او نقل الخبر. وطبعا بالاضافة لده زي ما قلت قبل كده ان شبكة مراسلين موجودة في معظم دول العالم الساخنة اللي فيها احداث، بالاضافة كمان انك يكون لك مكتب موجود في بعض الدول. احنا كان لينا مكاتب ويمكن لسه لينا مكاتب ولكن ما بنسمعش عنها كتير. رسالة لصانع الاعلام في مصر، ياريت ناخد موضوع الانتخابات الامريكية في عين الاعتبار. قناة العربية كانت شيك لكن الناس ما كانتش بتتابعها بشكل يومي، ما كتبتش عنها كلام كويس عشان هي شيك بس، كتبت عنها عشان هي كان عندها مضمون، كان عندها متابعة، كان عندها مراسلين، كان في مجموعة من الخدمات الإخبارية الخاصة بتغطية الانتخابات الأمريكية، واللي فعلا كانت معمولة بمنتهى الاحترافية. ياريت التلفزيون المصري يفتكر أنه كان المدرسة لكل القنوات الإخبارية اللي طلعت واللي حاولت فيما بعد أنها تنافسك. للأسف هي ما بقتش منافس، هي بقت معدياك بخطوات كتير. شكرا وسلام عليكم.